الاستاذ يوسف شعبان كويس جدا في كواليس المسلسل ده. اكتر واحد انا فاكره كواليسي يعني، فاكره مواقف كتير معاه. طب اوكي كنا عم نحكي عن الاستاذ يحيى الفخراني، وبعد كده في العميل الف واحد كان بقى طبعا مصطفى شعبان أكيد. ونيلي كريم ونور واخراج الاستاذه شيرين عادل واحمد عزمي وعبد المجيد. كنا يعني كان كاست كبير قوي. وكان عيله مجنونه جدا، كنت مع دنيا سمير غانم. كانت هي برضو يعني اول بطوله تعملها لوحديها، وانا كنت اول مره امثل، فكنا يعني كنا لسه كل واحده فينا خايفه عشان دي اول خطوه ليها في حاجه، يعني انا اول مره امثل وهي اول مره تبقى بطل. لها هيبه ولها بكاء، فكل واحد الستيب بتاعه يعني ايه مقلق منه شويه. بس وانا بقى في الفتره بتاعه الاعمال دي بتتذاع، كنت انا بقى خلاص دخلت المعهد. اتدربت ودخلت، وانت عارفه المعهد عندنا عنده امتحانات وتصفيات، وبدخل على كذا مرحله يعني من الامتحان، فربنا الحمد لله يعني كتب لي ان انا ادخل المعهد يعني ودخلت. وزي ما انت اشتغلتي مع اسماء كبيره اكيد، انت بنفس الوقت اشتغلتي مع صبايا من عمرك، ومين اقرب شخص او مين اكثر حدا هيك بتحسي انه روحك وروح في كيمستري بيناتكم بالتمثيل؟ بصي هقول لك على حاجه، في ناس كتير طبعا بيبقى في ما بيني وما بينهم كيمستري، بس في ناس احنا نجحنا مثلا يعني نورت معاهم قوي يعني فاهمه، يعني انا مثلا بحب امثل جدا مع ياسمين رئيس، في كيمستري ما بيننا واحنا جداً. نجحنا مع بعض جدا. بحب امثل مع دنيا جدا، كنت مبسوطه جدا مع تجربتي مع دنيا سمير. انا بحب امثل مثلا في نصيبي واسمتك في تاج راسنا بابا. كنت انا ومنى فضالي المفروض ند لبعض، هي شريره جدا المفروض الكاركتر اللي بتعمله وقهراني، وفي ما بيننا صراع طول الوقت، فطول الوقت احنا كاحداث المسلسل في الدراما احنا بنشكس في بعض جدا، بس انا ومنى بنحب بعض قوي فكنا طول الوقت نعتذر لبعض في ما بيننا مباراه في التمثيل، بنقعد نذاكر مع بعض. حلو. يعني مبسوط مستمتعين ان احنا مش ان احنا بنعمل حاجه عكس علاقتنا. هذا جدا اشي جميل. حاجه ان احنا بنلعب لعبه جديده لألكم. فان احنا علاقتنا حلوه مع بعض قوي وجمال، فاحنا بنعمل العكس، كنا بنلعب طول الوقت، فانا كنت مستمتعه جدا برضو مع منى لانه كان مختلف جدا، لان انا ومنى اشتغلنا مع بعض كذا مره، ففي المرات اللي فاتت كلها كنا بنطلع نحب بعض. مره نعمل اخوات، مره نطلع قرايب، يعني حاجات فهذا كان عاديه مختلف الدور. فكانت شبه علاقتنا. اوكي. لا فالمره دي الموضوع كان مختلف لان انا وهي ما بنحبش بعض، وطلع الجانب الابداعي عندكم اكتر. فده طلع يعني فتلف، كنا طول الوقت عايزين الناس تصدقنا تصدق اللي هو مش حقيقي خالص في الحقيقه. هدول بالحقيقه هم اصحاب زي ده عم بيصير ويحسوا انه انتم فعلا عكس بعض. عندها ارتباط شرطي لما بتشوف اتنين دي ممثلين مع بعض مثلوا كذا مره مع بعض وهم طالعين لزاز مع بعض بيحبوا بعض فبيبقوا مرتبطين زي بالظبط. ما ينفعش مثلا تطلعي اتنين بيبقوا كابل بيحبوا بعض راجل وست، يعني مثلا لو انا لقيت دلوقتي احمد السقا ومنى زكي بيعملوا فيلم مع بعض بيكرهوا بعض واعداء هتخض شويه. يعني لازم يبقى هم يعني جامدين قوي عشان ابتدي استوعب بعد ايه 10 دقايق من الفيلم لما ابتدي اندمج مع الحدوته. فالموضوع ده بيبقى بعيد شويه، فانا حبيت ان الناس صدقت فعلا ان انا ومنى يعني اللعبه. يعني الناس صدقت جنبت يعني اي فيلينجز، لان احنا معروف كمان على السوشيال ميديا ان احنا اصحاب وبتشوفوا مع بعض. فحبينا، فقلت لها احنا في مواضع مخجل للغايه ان احنا نحاول نخبي، بس الحمد لله يعني. الحمد لله. وما انا كمان حكيتي قبل شوي عن ياسمين رئيس، احكي لنا هيك اكثر عن مسلسل ملوك الجدعنه، اتحضرتي له ازاي؟ سافرتي انت فيه كمان؟ كان كله في لبنان. ملوك الجدعنه كله في لبنان. بس هقول لك على حاجه ممكن تكون هبقى اول مره أقولها، ده تالت دور المفروض أعمله في المسلسل. أنا كنت في دورين قبليهم كنت أعملهم. أوكي. ويعني ظروف حصلت وناس توفت فخطوط الدرامية اتقطعت، يعني ما علينا يعني. فده أصغر دور كنت فيه وأكتر دور حبيه، وده أحمد ربنا هو ده دور يعني صديقي ودور يعني دور حصل فيه دروب والدور تاني فجأة آخر حاجة تقريبا يعني إيه، حس إن هو المسلسل، حس إن المسلسل هيبقى كان مؤمن بالمشروع بتاعه طبعا، ومؤمن إن هو هيبقى الموضوع مختلف
تعالي، هو الدور اكيد مش زي اللي انت كنت بتعمليه، بس تعالي خدي من نجاح المسلسل وهتشوفي المسلسل ده هيفرق معاكي ازاي اكتر من ادوار تانية ممكن تعمليها تبقى من الجلدة للجلدة. فانا بثق، قالي ثقي فيا، يعني ثقي فيا، فانا بثق فيه، فانا يعني اشتغلت بناء على ثقتي فيه. مفاجأة بقى ان انا كنت قلقانة جدا من ياسمين. يعني ما كنتش عارفاها، واحنا الاثنين سننا قريب من بعض، والدور بتاعي فيه مساحة ان انا اكاريت، واستاذ احمد بيسيبني بيكاريت معايا، يعني فيه مساحة لان الدور فيه مساحة الكوميدية، عشان احنا ما كناش عايزين نبقى دارسة تبقى شريرة ويعني وبتمشي الطريق الوحش اللي هي عايزة تمشيها فيه، وهي واحدة متجردة من كل الضمير والاخلاق. فكمان كان هيبقى دسم قوي انه يبقى انها تبقى عاملة كده أوكي اللي هي الشريرة كده دي. لا، في أشرار عادي، أنا ممكن نقابل أشرار في حياتنا نبقاش عارفين أول أنهم أشرار، وبعد كده في طبيعة ناس تبقى بتضحك بوشها ومن ورا وقلبها جواها حاجة تانية بتضحك لك، ومن قلبها شايلك حاجات نويلك عليها. زائد أن المسلسل كان فيه اللايت الكوميدي ده على طول، فطبعا كنت لازم أبقى يعني أستاذ أحمد عامل ستايل معين فبيخليني أكمل فيه، فأنا كمان بكاريت وبقول حاجات كوميدي وبقول على الهوا، فانا اكيد ممكن اي حد تاني يقول لي لا قولي اللي في الورق بالظبط، بس اعطتك لا دي انطلقت معايا قوي وابتدت تقعد تفكر لي، فجميله جدا ومتعاونه وبتقعد يعني تفكر لي، وحقيقي حقيقي يعني مش عايزه اي حاجه غير ان انا ابقى حلوه قوي. قديش حلو انك انت تلاقي كمان دعم من في ناس بياخذوا انه مثلا الماتينين يكونوا يشتغلوا بنفس المجال طبعاً. انه هم اعداء وفي تنافس بس في تنافس شريف، وفي كمان انه حلو انه انتوا عن جد عم تدعموا بعض بطريقه يعني كل واحد بيلمع الثاني. انا الحمد لله حظي حلو في الموضوع ده، يعني ما بقابلش حد احس ان انا مش عارفه اشتغل من كتر ما هو مثلا عنده فايبس وحشه. الحمد لله يعني الحمد لله. بس هي الموضوع كان عندها كانت امر بزياده، لاني اما انا ما اعرفهاش واول مره نتقابل قدام الكاميرا، وحتى لما وصلت ما كانش في صدفه قابلتني بيها الايام اللي قبل التصوير معاها، فاحنا اون سيت مع بعض وبعديها صرتوا اكيد في هيك علاقه لا الريليشن قويه طبعا حلو جدا يعني. جميل. نحكي اكثر عن المخرج ابراهيم فخر. شو يعني كيف عم بتشوفي بتحبي تشتغلي معه؟ انا اتكلمت معاكم في ان انا بحب استاذ ابراهيم جدا. بالظبط. استاذ ابراهيم انا ما كانش عندي اي معرفه بيه، يعني كنت اول عمل اعمله معاه اللي هو خط حرير. اوكي. وكنت بحبه كمخرج في اعماله الفنيه، بس انا يعني ارتحت معاه قوي في الشغل، لان هو حطني في دور كان جديد عليا ساعتها، يعني ساعتها ما كنتش عملت طبيعة الأدوار دي، وحبيت ان اتبسطت ان هو حطني في حتة تانية، ان هو شافني بعين تانية. أوكي. زائد ان هو دؤوب قوي. أوكي. وبيركز جدا مع الممثل في أدائه، وممكن عنده قدرة ان هو يعني يقعد معاكي، عنده طولة بال غير طبيعية انه يفضل وراكي لغاية ما لازم يعني لازم توصلي للي هو عايزه، مش هيرضي حاجة غير لأنه عنده فيجن معينة، بتكون رؤية معينة هو عايز على طول، هو بيبقى عايز فكرة الكمال. إن كل حاجة تبقى بيرفكت. صراحة هذا إشي جدا جميل، لأنه بالنهاية بيخدم طبعاً الفنان وبيخدم العمل أكيد الدرامي اللي طبعاً اللي فأنا اتفاجئت بقى بالحاجات دي. زائد إن هو على قد ما هو دؤوب قاعد ذاكر معايا، بيقعد مع الممثل قبل أيام التصوير، هو بيقعد يذاكر، فقعد يقول لي الاوت لاين وقعدت اذاكر معاه، وبعد كده لقيته ما بيقوليش حاجه، فانا خفت، حسيت ان انا وحشه قوي وهو رمى توبتي. ما هو يعني ما انا شايفاه بيقول حاجات كتير وبيقول لي انا هقول لك وبتاع، وبعد كده لقيته ما بيقوليش، يعني هو اول يعني كم مشهد في اول يوم، بعد كده سابني. اقول له استاذ ابراهيم هو حضرتك زعلان مني في حاجه؟ يقول لي لا. ليه؟ قول له انت ما بتقوليش على حاجه ليه؟ ليه؟ طب اقول لك ليه؟ مفيش داعي، انت خلاص استوعبتي اللي انا عايزه وبتعمليه، فانا تمام. فانا طبعا اتبسطت ان هو ايه واثق، قال لي ما تقلقيش انا واثق، خلاص احنا خلاص يعني احنا فهمنا. فلما اشتغلت معاه وخلصت واتفرجت بعد كده،
لقيت نفسي مختلفة خالص عن أي حاجة عملتها كنت قبل كده ساعتها، لأنك سمعت التوجيهات بطريقة مختلفة كمان، فلقيته هو مطلعني بشكل تاني مختلف خالص في كل حاجة. جدا جميل. فاتبسطت طبعا، لأن هو يعني في حاجات كتير أنا اكتسبتها خبرات بقيت أعملها بعد كده في التمثيل، خدتها من الأستاذ إبراهيم. جدا.